الصلاة والجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى اللهم صل على اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وكرم اللهم اجعله اللهم اتمني الجنة اللهم اجعله بالله فاتنا من الفرج الله أكبر بدا العون والمحبة والسلام من أجل استقرار ووحدة كافة ربوع العالم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا قائدنا الراحل لا محزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. موكب مهيب، صورة عظيمة، أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. أهل الكويت اليوم مكلومون جميعا بالفقد الكبير، كيف لا والراحل ملأ قلوبنا بحبه وإنسانيته، عشق الكويت وأهلها فبادلته عشقا وحبا بحب وعطاء بعطاء. العين تعبر واللسان يعبر. الله غفر الله له ورحمه، وها هي الكويت اليوم تستمر بهذا النموذج الفريد. مشاهدينا الكرام، معا نشاهد هذه الرحلة الأخيرة للمغفور له بإذن الله تعالى.
تكليف لجنة من قبل التحسين والأشغال العامة وأشغال المدينة والسلطة المحلية لمديرية المدينة والسلطة المحافظة لإصرار من المكتب الفني بإزالة كل المخالفات والعشوائيات في شوارع المدينة. والحمد لله تم إزالة المخالفات من جميع شوارع المدينة وتم تصفيتها وتم نقلهم من إلى شوارع إلى 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 أسواق بديلة بدل الشوارع التي كانوا يتسلطون عليها. ونتمنى من الجميع أن يلتزم بعدم الرجوع إلى هذه الشوارع كون الحملة مستمرة، ونحن الآن في الأسبوع الثالث وسنستمر حتى إزالة كل المخالفات المدينة. وننوه للجميع أنه في عند إعادة أو في حالة الرجوع إلى هذه الشوارع سوف تتخذ الإجراءات القانونية. في هذا اليوم المبارك ونحن ندشن شعار الهيئة الجديد بقيادة جديدة إن شاء الله نعمل منها نقلة نوعية لتطوير أداء وخدمة هيئة مستشفى كما عهدناها أو بشكل أفضل، ولن يكون هذا إلا بجهودكم أنتم الأساس في خدمة الإنسان في هذا الإقليم. ندشن العمل بهوية المستشفى الجديدة في ظل التحديثات التي تجري لأداء الهيئة. الهيئة لها يعني من حين صدر قرار في عام 2012 إلى اليوم قامت بأعمال جليلة وكبيرة وفي مراحل متعددة، منها ما قبل حرب وهجوم الميليشيات على الحوثية على محافظة مأرب، ومنها ما توقفها في عام 2015 بسبب الهجمة الشرسة للميليشيات على المحافظة ثم عودة العمل فيها بشكل آخر. واليوم نحن في إجراء تحديثات وتطوير الأنظمة داخل الهيئة، من ضمنها وبدايتها تبدأ بتدشين الهوية الجديدة والتي تتمثل في الفلسفة الأساسية والرؤية الاستراتيجية للهيئة التي نسعى طموحين إلى أن تواكب العصر وتواكب كذلك الأحداث والمستوى المهمة التي تلقى على عاتق الهيئة. تدشين الهوية والشعار انطلاق مرحلة جديدة في تطوير واستمرارية الهيئة نحو تحقيق الرسالة والأهداف المرجوة بإذن الله نحو مدينة طبية متكاملة. وكان لا يوجد هوية سابقة للهيئة، وشكل الشعار الذي دشرناه اليوم جملة من الأهداف والرسالة التي نريد تحقيقها، أيضا إلى رسالة عن تاريخ وحضارة سبا. كان أول قديم زمان يكون تحت البيوت، هناك كل البيوت يكون تحته، يجي أحيانا صيد طكية، تجي عصرية هنا وكلهم كل شياب زمان يصطادون من فوق البيوت، كل واحد يصطاد ويمسك صيده، والفترة الأخيرة هذه يعني جزء منه كما هذا المكان. كان أجدادنا يحكون لنا أن كان الزمان هنا خور يصطادون منه وكان الصيد مليان، والآن عصار تيج عاد لنا هذه المياه، وأنا بعض الشباب نصطاد نمارس الصيد زي أجدادنا على بعض من البيوت. ولكن تبدأ الآن يعني الآن الذي يبتزهم الناس الفهمين الإلكترونيين أزيد يعني والعارفين بالتفاصيل التواصل الاجتماعي هذا ولهم، لكن إذا انتشرت يعني هذا ممكن تنتشر بأكثر. الآن عادها بالبداية، عادها يعني بدأت نشأتها الآن قريبا يعني أغاث عبر الابتزاز الإلكتروني، قد تكون في المديريات ثم يتم تحويلها بعدا إلى الوزارة بتصعيد، والوزارة تبلغ الأنتربول إذا كان المبتز من خارج المنطقة الجمهورية، يعني يتواصل بالأنتربول اليمني عبر أنتربول الدولة الذي يتم فيها المبتز.
أو العكس إذا كان في الخارج برضو يتم عبر التنسيق الدولي يعني بين الأنتربول وأنتربول اليمن وأنتربول الدولة التي كان فيها المتهم أو المجني عليه. السبب الأساسي اللي بعد بحث هذه المواضيع له جهل والعاطفة الأسرية بشكل عام. الشخص المبتز أو الجهة التي تعرض للابتزاز يعني تكون عندها زي الفراغ العاطفي وجهل باستخدام التقنية، فهنا أنه يروح يبحث عن سد فراغ العاطفي هذا بأي طريقة من الأشكال ويقوم بالتعرف على أشخاص على مكونات يعني ويبدأ بال تعامل معاهم وهو ما عنده أي خلفية عن هذا الجانب، فيدخل في علاقات غرامية ويدخلوا في أمور كثيرة إلين يوصل مرحلة الابتزاز والتهديد ويعني يوصل مرحلة حتى الانتحار. وفي حالات يعني إحنا حاليا موجودة في الوادي، كانت في وادي حضرموت في المكلا وصلت يعني لمرحلة الانتحار، والحمد لله أن يعني في شخصيات وفي جهات يعني قدرت تتفادى هذه الأمور. إلى حد الآن لم يصدر أي قانون أو مادة تجرم الابتزاز الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية بشكل عام، فنجد المشرع اليمني قد جرم الابتزاز بصورة عامة بكافة الطرق والوسائل التي تحدث بها، ولم يخصص جريمة الابتزاز الإلكتروني بحد ذاتها، حيث نص في قانون الجرائم والعقوبات المادة 313 جريمة الابتزاز التي جعل العقوبة لا تقل عن 5 سنوات أو بالغرامة كل من ابتز شخص. جرم المشرع اليمني هذه الجريمة الابتزاز بشكل عام لما لها آثار تحدث على الشخص والمجتمع بأسره. اختتمت بطولة الدور العسكري لكرة القدم الذي نظمته دائرة الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع برعاية وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ووزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري احتفاء بعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر، وتوج فريق محور أبين بلقب البطولة إثر تغلبه في المباراة الختامية على قاعدة العند 7 أهداف دون مقابل. هذه البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً يمثلون مختلف الوحدات العسكرية وجرت منافساتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وعقب الختام كرم ضيوف الختام وزير الدفاع الفريق الركن محمد الداعري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر سالم ومستشار وزير الدفاع لواء الركن عبد الله سالم النخعي ووكيل وزارة الشباب والرياضة دكتور عزام خليفة ووكيل الوزارة رئيس المكتب الفني دكتور حسن عبد ربه، قاموا بتكريم الفريق البطل محور أبين بكأس البطولة والميداليات الذهبية وصاحب المركز الثاني قاعدة العند بكأس الوصيف والميداليات الفضية، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية من بينهم اللواء الركن محمد سالم البصر نائب رئيس هيئة الأركان والفريق الركن عبد الله النخعي مستشار وزير الدفاع وأحمد محمد قعطبي الشخصية الرياضية البارزة واللواء الركن محمد بن شلالة رئيس هيئة التدريب والتأهيل واللواء الركن صالح علي حسن مدير العمليات المشتركة.